تحت عنوان روح السعوديه نظمت البعثه الدائمه للمملكه بالتعاون مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه معرضا على هامش انعقاد الجمعيه العامه للمنظمه وقدم المعرض لمحات عن الكنوز والمعالم السياحيه في المملكه كما اظهر دور المملكه كاسرع الوجهات السياحيه نموا في العالم. The kingdom has started A journey of rapid modernization and transformation. Under its ambitious Vision 2030, it is blending its rich history going back thousands of years, and I witnessed some of that when I visited Riyadh last year, and heritage with bold plans for innovation driven development supported by science, entrepreneurship, research, and technology. وبدوره عبر المدير العام للمنظمه العالميه للملكيه الفكريه دارين تانغ عن تطلعاته لاستضافه المملكه للمؤتمر الدبلوماسي واعتماد معاهده دوليه بشان التصاميم التي ستحمل اسم معاهده الرياض. Join us in Riyadh this November for the Riyadh Diplomatic Conference for a new enjoy the visit Saudi. exhibition and spark your excitement for بمناسبه استضافه المملكه للمؤتمر الدبلوماسي الذي تنظمه المنظمه العالميه للملكيه الفكريه في فبراير المقبل في الرياض اكد المدير التنفيذي للهيئه السعوديه للملكيه الفكريه بان المؤتمر سيكون اكثر انتاجيه من خلال مساهمات المشاركين طه يوسف حسن المنظمة العالمية للملكية الفكرية قناة الإخبارية جنيف